نذهب الآن إلى هذا الخبر العاجل، حيث ذكرت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن رئيس المخابرات المصرية وصل الدوحة تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد والCIA. وأضافت المصادر أن رئيس المخابرات المصرية يشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين. هذا وتأتي الزيارة في إطار التنسيق المصري القطري على المستوى أو عالي المستوى مع كافة الأطراف المعنية للحفاظ على الهدنة وتثبيتها وتوسيع نطاقها، كما أنها تأتي في سياق الجهود المصرية الرامية للعمل على تجنيب قطاع غزة مزيد من الدمار والاستمرار في عملية تبادل المحتجزين بما يضمن هدنة مستدامة تؤدي إلى الوصول سريعا إلى وقف مستدام لإطلاق النار.